وأولى محطاتنا الصباحية رح نحكي عن موضوع بهم كل الصبايا والسيدات. طبعاً كلنا منعرف أنه عالم الجمال عالم واسع وكبير، ومؤخراً بالتطورات الكبيرة اللي صارت بالطب التجميلي صار في حلول كتيرة لمشاكل البشرة، وصارت كل صبية قادرة أنه تعتني بجمالها وتهتم بشبابها، وأكيد رشا تجدد ونضارة بشرتها. أكيد هايدي، ما هو الشغل الشاغل لجميع الصبايا اليوم، كيف أنا قادرة حافظ على هيئة البشرة النظيفة والجميلة والمشدودة مع تطور السنوات مع ازدياد العمر. اليوم مثل ما قلنا اليوم طب أوجد حلول كثيرة، لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. أكيد استفسارات حجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور طارق عبد الله، أخصائي بالأمراض الجلدية والتجميلية، وضيفنا اليوم أكيد من محافظة اللاذقية. يسعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامة. شكرا لكم على الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية يعني كلنا بنعرف أنه البشرة الصافية الخالية من التجاعيد والعيوب هي هاجس لكل الصبايا أكيد. والسيدات، وفينا نقول أنه السيدة لما تبلش تتقدم بالعمر بيصير عندها خوف وقلق من هي المشاكل. عندنا اليوم علاجات عديدة رح نتخصص ونحكي عن البوتوكس، تعرفنا عنه حضرتك. الحقيقة مثل ما تفضلتي اليوم هاجس كتير كبير لكل الصبايا والسيدات انه يهتموا للبشرة، والشباب دكتور، وحتى الشباب اكيد. وهيدي ثقافة هلا صراحة عم تنتشر، ما بقى فينا نقول انه هو الموضوع حكر فقط على الصبايا والسيدات. الحقيقة البوتوكس هو مادة رائعة، اذا بدنا نحكي هيك لو شوية تفاصيل صغيرة عنه. هو كمادة علمية هو عبارة عن زيفان بيطلع من نوع خاص من البكتيريا بسموها المطية الوشيقية او كلوستريديوم بوتيلينيوم. هو بلش فعليا تقريبا بسنة السبعين، كانوا عم يستخدموه للأشخاص اللي عم بيعانوا من الحول، جربوا يستخدموه بهالقصة، عم لقوا انه الأشخاص اللي عم يتعالجوا من شان الحول عم يستفيدوا حتى تجميليا بالتجاعيد المجاورة للعين. ومن وقتها بلشت انه يكون في له توجهات لحتى يكون هو الدواء اللي يعاكس موضوع التجاعيد، خلينا نقول يوقف العمر عند حد معين. البوتوكس كآلية هي حقيقة الموضوع كتير بسيط. نحن في عنا السيالة العصبية اللي هي بتطلع من الدماغ وبتروح على العضلة بتوصل الأمر، فالبوتوكس بيعمل بلوكينج أو خلينا نقول إحصار لهيدي المادة اللي هي الأسيتيل كولين، وبالتالي ما بيوصل الأمر العصبي فبتضل العضلة مرتاحة وهيك منحافظ على شبابنا أكثر. يعني فينا نقول الشلل العضلي هي الحقيقة الآلية هي إرخائية، الآلية إرخائية أكثر ما هي آلية شلل، وهو طبعا بيحتاج لشوية وقت. البوتوكس ما بيبلش تأثيره مباشرة. كثير مرضى أنا بعد ما أعمل لهم بوتوكس بيروحوا على بيتهم بدقوا لي بيقولوا دكتور إحنا ما فرقنا أبدا، ما أخذ. ليش هيك؟ فهو لازم يكون المريض بباله إنه هو بده تقريبا 3 أيام ليبلش يأثر، وبياخد تقريبا شكله خلال 7 أيام، ونحن بعدها بنعمل شيء بنسميه تاتش أب أو الرتوش لحتى ياخد الشكل النهائي. طيب حكيم، خلينا نحكي عن المناطق اليوم القادرة الصبي أو الشاب يستخدمها بالبوتوكس، وصرنا نشوفه مؤخرا بالعلاجات بالحبال الصوتية مثل ما ذكرت حضرتك. تمام. بعض الحالات بالعيون اليوم الأطباء أيضا عم بيروحوا للاستخدامات البوتوكس، يعني اليوم نحن عم نحكي تجميلي علاجي. الحقيقة مثل ما تفضلتي هو ما بقته أبدا الموضوع تجميلي، يعني إذا بدنا نحكي شوي تجميليا فهو بنقدر نحن نستخدمه من شان موضوع التجاعيد اللي موجودة حول العين، تجاعيد العبسة وتجاعيد الجبين، وايضا نقدر نستخدمه تجميليا لمنطقه الرقبه. نحن في عندنا بسموهم باندز او الحبال الموجوده، وهيدي بتشد والوجه نحو الاسفل، فنحن كل ما عم نتقدم العمر ببلش المريض او المريضه بتقول انه انا حاسه هيك وشي عم يسحط لتحت، عم بيهدد بالعام. فنحن بنقدر نحقنهم بالبوتوكس، فارخاء هالمناطق هيدي بسبب انه العضلات الموجوده بوشنا بتكون اكثر فعاليه فبتشد نحو الاعلى. أما من ناحية أخرى غير تجميلية فهو حقيقة له استخدامات كتير مميزة. من أهم الاستخدامات له هو موضوع إيقاف فرط التعرق، وهيدي كمان مشكلة كتير كبيرة بالذات بالبلدان المشمسة. الحقن يعطي نتيجة بتستمر لفترة أطول من النتيجة التجميلية، ممكن تستمر لمدة 9 أشهر. يستخدم لعلاج الصداع الشقيقة، كتير بيساعدنا بهالموضوع. حتى هلأ اليوم لأنه الآلية تبعيته هي آلية إرخاء، فحيكون قريباً في كريمات أو حقن خاص بموضوع الندبات، الأشخاص اللي هن مصابين مثلا بحروق وعندهم ندبات عم تحدد الحركة بأماكن معينة من الجسم، ممكن نحن نحقنها لحتى شوي ترتاح. كمان البوتوكس حقيقة هو بيخفف من الإفراز الدهني، فلذلك
ممكن قريبا نشوف حتى كريمات داخل في تركيبة البوتوكس لعلاج حب الشباب تكون فعالة حكيم كونه حقيقة. كل هدول الإجراءات أو خلينا نقول الاستطبابات للبوتوكس الخارج الاستطبابات التجميلية محتاجة لوقت لحتى تثبت فعاليتها. يمكن مش الحقن بشكل مباشر هتكون نتيجته أفضل يعني. أكيد الحقن هيكون نتيجته أفضل. تمام دكتور، يمكن اليوم عنا لغط حول هذا الموضوع، عم نشوف إنه بعض الصبايا أو السيدات بيلجؤوا لإجراء حقن البوتوكس بشكل عشوائي بدون استشارة طبية، بس ممكن لأنه رفيقة عملت هذا العلاج التجميلي. اليوم خلينا نوضح إنه نحن عندنا أشخاص قادرين أنه يلجأوا لهذا العلاج، وبنفس الوقت أشخاص هنون ممنوعين من إجراء البوتوكس. تمام، يعني أنا بتشكرك كثير على هذا السؤال، لأنه موضوع الثقافة الطبية أنا برأيي هو هذا موضوع من قدر يعني نحكي عنه حلقات، لأنه في فوضى بالعلاج ما بس بالموضوع الإجراءات الحقن. اليوم تلاقي حتى بالموضوع العلاجات، تلاقي صبية اليوم شفت رفيقتي عم بتاخذ ريتان لعلاج حب الشباب، يلا أنا لحروح كمان أخذ ريتان، هذا الموضوع غلط. دائما لابد من انه هي المريضه قبل ما تعمل اي اجراء علاجي او حتى تجميلي تاخذ استشاره الطبيب المناسب، الطبيب الاخصائي. في اشخاص ما بيستفيدوا كثير على البوتوكس، ورح اقول باي معنى. البوتوكس في له ثقافه، خلينا نقول انه هو نحن البدء المبكر، كل ما بنبلش اكثر بنستفيد اكثر، لانه اليه عمل البوتوكس هي الغاء التجاعيد التعبيريه وليس التجاعيد الساكنه. يعني اليوم إذا عندنا تجاعيد موجودة بجانب العين أو بالجبين وهي موجودة، خلينا نوضح التعبيرية اللي بتظهر بالضحك، لما بنضحك، لما بنعبر، بنعبس، لما بنرفع جبين لفوق. في ناس بتحس وقت اللي بتحكي كل وجه عم يحكي، كل وجه عم يتحرك. هلا هدول الأشخاص بيستفيدوا كثير على البوتوكس إذا كانت هي التجاعيد عم تظهر لما عم يعملوا هالتعابير. أما إذا كانت التعابير موجودة من دون نحن ما نعبر، فحقيقة البوتوكس رح يعطينا نتيجة تحسين بس ما رح تكون النتيجة كتير ممتازة. لهيك هو في تعبير بيقولوه بالبوتوكس، بيقولوا the age you start the age you stay، العمر اللي بتبلش فيه خلاص بتبقى فيه انت. فكل ما بلشنا أبكر كل ما بيكون أفضل، حتى لو ما في تجاعيد اليوم، حتى لو ما في يعني تجاعيد. يعني اليوم في عمر محدد اليوم مفروض الصبي أو الشاب يروح؟ لا، ما في عمر محدد للبدء، ولكن البوتوكس مثله مثل أي دواء، اليوم لا يعتبر بقى مادة تجميلية، صار هو دواء، فهو بياخد خلينا نقول الترخيص تبعه من الـ FDA. ففي شيء اسمه FDA بوتوكس بروتوكول، اللي هو بروتوكول للإجراءات. يعني بيقول هالبروتوكول أنه كل شخص عمره بين 18 و23 سنة لازم يعمل 50 يونت من البوتوكس، اللي هي خلينا نقول نصف الكمية، أو ما يسمى بالتعبير التجميلي الدارج بيبي بوتوكس. طيب هو معقول ما له أي ضرر اليوم البوتوكس؟ حقيقة أضرار بالمعنى الحقيقي لا يوجد أبدا، طول ما أنه هو عم يستخدمه طبيب أخصائي وبيعرف شو عم يشتغل. هلأ هو فينا نقول أنه هو حتى كأشخاص ممنوع يستخدموا البوتوكس، لا توجد إلا حالة واحدة بالعالم ممنوع مريضة يستخدم البوتوكس، تسمى الوهن العضلي الوخيم أو ميتانيا جريفز. شو يعني حكيه؟ صحيح بيكون المريض هو في عنده حالة يعني من الشلل الشامل للجسم كلياته، وهون ما لازم نحن نستخدمه للبوتوكس. أما فيما عدا ذلك لا توجد أنه هو مانع من استخدام البوتوكس، ولكن توجد خلينا نقول توصيات. هالتوصيات هي اللي بتمنع تصير الأعراض الجانبية للبوتوكس، وهيدي ضروري أنه دائما المريض لما يعمل البوتوكس يستمع لها التوصيات بحذر شديد ويطبقها فعلا لياخد النتيجة الأفضل. طيب دكتور خلينا نحكي عن الوقت، نشوف ناس كتير رح نحكي عن المحاذير اللي ذكرتها حضرتك بعد إجراء الحقن، بس في ناس يعني كل 3 شهور بتقول لك راح انا رح ارجع احقن. فبتمر 12 شهر يعني هي عامله حقن 3 مرات، وطبيعياً هذا الشيء يمكن خطا، يعني انه ما بصير الحقن خلال السنه يكون اكثر من مره او مرتين. هو فعليا اللي عم تتفضلي فيه مزبوط، هو الافضل انه نحن نعمل مرتين بالسنه. هو الوقت الحقيقي للبوتوكس يعني الاكتشوال تايم تبعه هو 4 اشهر. بعد 4 اشهر بتبلش يتراجع. هالتراجع هو شو معناته؟ هو دائما الجسم بيشكل نواقل عصبية جديدة بدل الأستيلكولين اللي كان عمل عليه البوتوكس بلوكينج، وهالنواقل ترجع تتجدد كاملة خلال 6 أشهر. لهيك أنا حابب ركز على نقطتين، إنه هو كتير منيح نعمل شغلتين، نحقن البوتوكس مرتين سنويا ونبلش بعمر مبكر لحتى نقدر ناخد النتيجة الأفضل.
تمام. يعني دكتور بالبداية حديثنا معك ذكرنا أنه مو بس الصبايا اللي بيلجأوا لحقن البوتوكس، كمان اليوم عندنا نسبة كبيرة إذا فينا نقول من الشباب اللي عم يلجأوا للبوتوكس كعلاج تجميلي. خلينا نوضح شو السبب يلي بيدفع اليوم أي شاب أنه يلجأ لهذا العلاج، خصوصا نحن بنعرف أنه يعني نظرة المجتمع نظرة الأشخاص اللي حوالي عم تكون نوعا ما سيئة تجاه هذا الموضوع. هلا الحقيقه لك هي ثقافه الجمال اذا بدنا نسميها ما بقت حكر على الصبايا. انا فتحت عيادتي من 10 سنوات، من 10 سنوات فعلا كانت يعني خلينا نقول هالثقافه خجوله نوعا ما. صحيح، ما كان في كثير شباب يجوا لعندي على العياده يعملوا بوتوكس. هلا مع مرور الوقت وصراحه هالانفتاح الشديد وسائل التواصل الاجتماعي الكثير كبيره، فحقيقه لا اليوم الشباب صاروا أكثر إقبالاً على هالإجراءات التجميلية، بس طبعاً أكيد ما من قد الصبايا، بس هن صاروا فعلاً البوتوكس بالذات. يعني اليوم نحن لا تزال إذا بدنا نحكي عن المواد المالئة كفيلر فهي ثقافتها خجولة جداً عند الشباب. طيب خلينا نوضح شو أكثر عملية عم يلجأوا اليوم الشباب لحتى يسووها اليوم. أكثر شيء بيحبوا الشباب يعملوه هو بوتوكس للتجاعيد حول العين وتجاعيد العبسة، هدول أكثر شيء. بس دائماً بيجوا لعندي الشباب وبيقولوا لي إنه دكتور إحنا حابين نعمل بوتوكس بس ما يبين واضح كثير، لأنه هلأ إحنا معنا هاي الثقافة تماماً إنه حابين ما يكون إنه واضح كثير. بس يعني يخيل لي خلال إسا 10 سنين تانية رح تكون الثقافة خلص انتشرت كثير. شو ممكن تكون لقيها بجزضين يعني الأساس. يعني إيه ممكن. طيب حكيم خلينا نستغل الوقت روح شوي لأبرة البروفايلو، كثير عم نسمع فيها ترجع بالعمر وبتجدد وبتعمل والى اخره وباسعار كثير غاليه. خلينا نحكي هيك بشكل عام عن هاي الابره. هلا هو يعني نحن هيك حكينا كلمتين عن موضوع ثقافه وسائل التواصل الاجتماعي، بس الحقيقه على قد ما هي اكيد ايجابيه كمان في لها سلبيات. يعني ايام عم تكون الدعايه اكبر بكثير ومبالغه بالحقيقه. حقيقه البروفايل هو كتركيب هي هيالورونيك اسيد اللي هو موجود نحن بوشنا بسموه الستروما او اللحمه اللي هي موجوده ضمن الوجه، فهي كتركيب بتشبه كثير تركيب الفيلر، ولكن في بيناتهم فارق صغير واساسي جدا. الفيلر يسمى كروس لينكد هيالورونيك اسيد، يعني هيالورونيك اسيد مشبوك مع بعضه، وبالتالي نحن لما بنحقنه فهو بيبقى بالمكان اللي بنحقن فيه وبيسبب املاء لهي المنطقه، في حين انه البروفايلو هي عباره عن هيالورونيك اسيد نون كروس لينكد غير مشبوك تتوزع بالضبط. فهي الاليه بالفيلر هي اليه املاء، الاليه بالبروفايلو هي اليه بسموها ريستيميوليشن يعني اعاده التحفيز. هل هيالورونيك اسيد اللي عم بفوت بوشنا عم بيسبب انه هو الجسم يرجع يحفز اعاده تشكيل الكولاجين مع الهيالورونيك اسيد، وبالتالي بيعتمد بيصير النتيجه اللي عم ناخذها ليست املاء ولكن شد ليفتنج بشكل اساسي. يعني الخطوط الشفويه الانفيه لما بنحقنهم نحن بالفيلر هو عباره عن املاء، بينما لما بنحقن نحن البروفايلو بالوجه لنحسن الخطوط الشفويه الانفيه فهني بيتحسنوا باليه الشد، وشنا بيرتفع للاعلى ولكن ما بيصير املاء. بس كثير بحب ركز على نقطه انه هو بكل المؤتمرات العلميه، يعني انا بالشهر الاول كنت بفرنسا بمؤتمر الامكاس اللي هو مؤتمر التجميل رقم 1 بالعالم، كثير ركزوا انه البروفايلو هيك خلينا نقول عطوها اسم انه هي الخطوه الاخيره في التجميل. بمعنى نحن اليوم ما بنقدر اذا وشنا كثير تعبان، اذا اليوم نحن كان عندنا وزن زائد وخسرنا هالوزن هذا وتعب وشنا صار عندنا انخماصات واضحه بالخدود او بالخطوط الشفويه الانفيه، البروفايلو ما بيفيدنا. بدنا نعمل اول شيء فيلر وبعده نحن بنثبت هالنتيجه بالبروفايلو. جميل، ما حيحبوا كلامك يا دكتور. والله لا هي الحقيقه نحن ضروري انه كثير يعني إيه؟ على المواقع مثل ما بترجع 10 سنين لورا وبترجع بالعمر 20 بترجع على المدرسه إيه؟ شوي ثانيه. لا بده يكون الواحد كثير حريص حقيقه انه هو يخبر مريضه على الحقيقه لحتى المريض يعرف شو هي النتيجه المتوقعه. ولازم يعرف المريض كمان انه هو قديش فتره الاستمراريه، كثير ضروري انه نحن نعرف انه البروفايلو هي معنى هالابره السحريه اللي حتستمر مدى الحياه. الحقيقة هي فترة الاستمرارية الحقيقية لها هي بين تقريبا 4 ل 6 أشهر
وبتبلش تأثر فعليا تقريبا خلال 3 أسابيع. تمام، يعني حاولنا نعرف معلومات عن إبرة البروفايلو، كمان يعني عن البوتوكس بشكل عام كعلاج تجميلي جراحي، لكن عندنا اليوم أكيد علاجات تجميلية غير جراحية للبشرة، خلينا نعددها، خلينا نعرف أهميتها وكيف ممكن نختار الشيء المناسب لكل نوع بشرة. مزبوط. هلأ بالمجمل كمان هيدي نقطة كتير مهمة ضويتي عليها، أنه هو لا توجد بشرة بتشبه الثانية. كل شخص بيكون في له طبيعة بشرة خاصة، قد تكون جافة مختلطة دهنية. إذا نحن بدنا نحكي عن إجراءات يعني بسموها نون إنفايزيف مثل ما تفضلتي، فهو الكريمات حقيقة بتجي بالدرجة الأولى. بس مع هيك اليوم صراحة في عنا جهازين يعتبروا ثورة كبيرة بعالم الجمال الغير جراحي. الجهاز الأول هو ليزر التقشير أو ما يسمى CO2 فراكشنال ليزر، وهو هذا جهاز كتير بيساعدنا انه نحن اذا في عنا كلف بالوجه انه نحن نتخلص منه، تصبغات، اذا في عنا اثار ندبات حب شباب نتخلص منها ونستعيد فعلا القلق ببشرتنا، اذا في عنا ندبات حتى جراحيه بالوجه او باماكن اخرى من الجسم نتخلص منها. ايمت افضل وقت؟ شتاء. هيدا ليزر يعني حقيقه لابد من اجراءه. أنا بدي أنصح الجميع أنه ما تخلي إلا طبيب يستخدمه، لأنه هو حقيقة ليزر خطير ونحن محتاجين أنه ينعمل بدقة، وأنه هو المريض بعدها يسمع التوصيات كتير ضروري اللي منوصيها، بده يتجنب التعرض لمصادر الحرارة لمدة أسبوع. هذا موضوع كتير كتير مهم، لازم بعدها يستخدم الكريمات اللي حيوصف له إياها الطبيب ترميمية. لحتى لكن جزء منه ترميمي وجزء تأشيري ليلا لحتى نخلص من الطبقة اللي استخدمناها. دكتور كتير هون بيخافوا أنه بهذا التقنية اليوم عم بتروح أول طبقة من الجلد، فعم تكون ضعيفة بعد ما الصبية أو الشاب يساوي عم يكون عرضة أكثر أنه يلقط أي تصبغ، أنه ينصاب بأي شيء. فكمان الناس عم يتوقف عند هذه النقطة، أنا كيف قادر أعمله وحافظ على النتيجة؟ أكيد. الخطوة الأولى أنه نحن نعمله بالفصل المناسب، هذا ما بينعمل لا بالصيف ولا بالربيع ولا حتى بالخريف، يفضل يكون شتاء. الخطوة الثانية هو ترك فواصل زمنية بين الجلسات. أغلب الأشخاص بيحتاجوا لأكثر من جلسة، فنحن دائما بنترك بين 30 ل40 يوم بيناتهم. هالثلاثين 40 يوم هن فيهم أسبوع من التقشير، والفترة الباقية اللي هي تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع هي عبارة عن فترة ترميمية للبشرة. فبس المريض يتبع التوصيات بياخذ نتيجة ممتازة. الجهاز الثاني الممتاز كمان لهالموضوع هو الهايفو، اليوم اللي كمان عمل ثورة. الهايفو هو يعني اختصار لمجموعة كلمات، هي هاي انتنسيتي فوكست التراساوند. نعم اكيد. الالتراساوند المركزة هيدي كمان بتعتمد انه هي بتعمل بسموه هيتينج او تسخين لمنطقة معينة من الجلد، وهذا بسبب انه هو الجسم بيعمل رد فعل انه بيرجع بيحفز انتاج الكولاجين، وبالتالي بنقدر نحصل على شد كثير حلو للبشره. يعني بختام حديثنا معك دكتور طارق بدنا نشكرك، نتشكر كل المعلومات يلي قدمت لنا اياها، واكيد في لنا وقفات قادمه لنحكي اكثر عن هذا الموضوع واهميته. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا دكتور طارق لحضورك، ودائما عالم الجمال واسع، واليوم اكيد ثورات صارت بموضوع التقنيات. شكرا لك، والحمد لله على السلامه مره ثانيه.